كثير من المعالجين يستخدمون الأساليب التقليدية مثل الأدوية والجلسات العلاجية، إلا أن العلاج يفتقر إلى اللعب والترفيه. هذا النوع من النشاطات يعتبر علاجياً ترفيهياً، وتكمن أهميته بإعطاء الفرصة للمنتفع للمشاركة، وهي مشاركة مهمة جداً لرفع المعنويات والاستمتاع. وبنفس الوقت فإن لهذه الأنشطة فوائد علاجية على المستوى الجسدي، مثل تقوية العضلات وزيادة مستوى الحركة وزيادة التآزر الحركي. يشمل النشاط ثلاث مراحل رئيسية: أولاً البداية والإحماء، ثانياً الفعاليات الرئيسية، ثالثاً النهاية والتهدئة. تقوم قائدة النشاط بطرح بعض الأسئلة على النزلاء من أجل تحفيزهم على المشاركة في النشاط وتوضيح خطته. مين دي يحكي لي شو الكرات؟ تحكي لي يا سامر شو هم؟ حمرة الحمرة والصفرة. ممتاز، أحمد وسامر ممتازين. وبعدها تطلب من مساعدتها إعطاء تعليمات الإحماء المطلوبة في المرحلة الأولى. طيب هلأ بدها تبلش معنا ولاء أول نشاط. كلنا بدنا نسمع ولاء شو بدها تحكي. تمام يا ولاء؟ ماشي. يلا ولاء. اليوم رح نلعب لعبة عشان نحرك دمنا ونتنشط وكل إشي، بكفي كسل. فواحد منا بدأ يكون هو القائد اللي يعمل حركة. حركة. وإحنا بدنا نخلده. مين بيحب يتبلش؟ عشان يلا يا أحمد تفضل. يلا نعمل زي. تهدف فعاليات الإحماء إلى تليين العضلات ورفع مستوى النبض، وبالتالي تحضير الجسد ليكون أكثر جهوزية لتنفيذ النشاط. أوكي، هلأ بدنا نبدأ النشاط الثاني. طيب طيب. النشاط الثاني شو اسمه؟ سامر علي صوتك، شو اسم النشاط؟ بولينج. تبدأ قائدة النشاط بشرح قواعد لعبة البولينج، بحيث تم تعديل أدواتها وقوانينها لتتلائم مع قدرات وحاجات النزلاء. هلأ بدنا نقسم فريقين. أوه. من نص الدائرة بيروح هذا فريق أول. أوه. ومن نص هذا بدنا نروح فريق تاني. ماشي؟ تقوم الطالبات بتقسيم النزلاء إلى فريقين مع مراعاة الفروق الجسدية والعقلية، كما تحرص الطالبات على بث الحماسة لدى النزلاء، ويتم تشجيع كل شخص على المشاركة في المجموعة حتى لو كانت هذه المشاركة بسيطة، لرفع الروح المعنوية لديهم وإعطائهم الشعور بأنهم قادرون على المشاركة الفعالة. يهدف ذلك إلى الوصول إلى الحد الأقصى من المشاركة والفعالية لكل شخص بغض النظر عن نوع الإعاقة الموجودة. نلاحظ أن النزلاء يواجهون صعوبة في هذا النشاط، إلا أن هدف الفعالية هو المشاركة وتشجيعها حتى لو كانت بسيطة، كما أن الهدف ليس تنافسياً. وهنا نلاحظ الدور الذي يقوم به المساعدون والمشرفون ببثهم روح المرح التي يحتاجها النزلاء حتى يقضون وقتاً ممتعاً بغض النظر عن الخاسر، حيث نلاحظ أن الفريقين يشاركان في تنفيذ الجزاء المفروض على الفريق الخاسر. ممتاز. يتم إعطاء فرصة لكل شخص للمشاركة، وفي حالة أحمد تم التعامل معه وتحفيزه على المشاركة. هذا النشاط يساعد أحمد على مد يديه إلى أقصى درجة، مما يزيد التآزر الحركي لديه. يتم تشجيع أحمد على المشاركة وتتم مساعدته في إمساك الكرة ثم يلقي الكرة. هلأ هاي اللعبة الثانية اسمها الدائرة الداخلية. تمام؟ هلأ نسمع منيح شو هي هاي اللعبة. أوكي؟ تقوم قائدة النشاط بشرح التعليمات، بحيث يطلب من المتسابق إلقاء كيس من الرمل على بطاقات مكتوب عليها مهمة ما، مثل نكتة، أغنية أو رقصة، ويتم تنفيذ المهمة في حال نجح النزيل في إلقاء الكيس على المكان الصحيح. هنبلش؟ يلا يلا. واحد اثنين يلا ارمي. برافو. من
يلا يا احمد شو بدك تغني؟ وين عرم الله؟ يلا عرم الله وين عرم الله. يهدف هذا النشاط ايضا الى اضفاء روح المرح والمشاركه الاجتماعيه بين النزلاء والمساعدين. لف الكور بنتعش. برافو لك حلو. اعمل لنا حركة. حركة لا. لا. إلا. نقطة. على الكوفي. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، يلا افلت. نلاحظ بأن مثل هذا النشاط الذهني والحركي لا يتناسب مع قدرات بعض النزلاء. حافظة نكتة يا نائمة؟ تحكي لنا نكتة؟ نكتة. شو النكتة؟ افترضت الطالبة أن النزيلة نعيمة قادرة على سرد نكتة، إلا أنها لم تستطع ذلك بسبب محدودية قدراتها العقلية والحركية، وبالتالي لم يتناسب النشاط مع قدراتها. النشاط منيحه. تعبتوا؟ لا لا، يعني فيكم طاقه. طيب شو رايكم هيك بناخذ راحه هيك؟ راحه يلا. طب مرحله التهدئه هي مرحله اساسيه من مراحل العمل الجماعي، ويجب اعطاء وقت كافي لها في الخطه التي يضعها المعالج للعمل الجماعي حتى يصبح النزلاء قادرين على العوده الى النشاطات اليوميه. ونغمض عينينا. يلا نغمض عينينا. نغمض عينينا. نغمض. يلا. تتم التهدئة باستخدام أساليب الاسترخاء، ويتم تقديم النشاط من خلال طرح الأسئلة. في أمواج بتاخذ السفينة شمال ويمين. متخيلين حالكم؟ يلا شهيق. يلا زفير. تقوم قائدة النشاط بإنهائه بعملية تقييم بسيطة. بدي أسألكم إيش أكثر نشاط حبيتوه اليوم؟ تتم من خلال طرح أسئلة تشجع النزلاء على إبداء الرأي في النشاط. نامت سوما بعد البحر. باي.